فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اشترط الإنسان الصحيح عند إحرامه فهل ينفعه ذلك؟ نعم، لو اشترط الإنسان الصحيح عند إحرامه فهل ينفعه ذلك لو فسخ الإحرام؟ هو الظاهر إذا عرض له ما بيفسخ الإحرام، بس إذا عرض له ما يمنع المضي في النسك كمرض أو عدو أو حادث سيارة فله أنه يفسخ ولا شيء عليه إذا اشترط. نعم.